بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أو في الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا بكل حب، محدثكم عزب الشرباجي وقناة النادي الأهلي نادي القرن، النسر المحلق عاليا في سماء الرياضة والإعلام الرياضي، يحييكم لنقل أحداث اللقاء في أولى مباريات الدور الثاني بين النادي الأهلي ونادي الإعلاميين. لقاءات الدور الأول أسفرت عن وجود النادي الأهلي في المقدمة في المركز الأول برصيد 15 نقطة والعلامة الكاملة حتى الآن بالفوز على كل من سبورتنج والإعلاميين وهليوبلس وإسكندرية للبترول والزهور بنتيجة 3-0. أما نادي الإعلاميين في المركز الخامس حتى الآن بفوز وحيد على إسكندرية للبترول 3-2 وبهزيمة من الأهلي وسبورتنج وهليوبلس والزهور. وبكده بنبدأ بقى مع بعض بدايات الدور الثاني ونشوف كده. عارفين طبعا الدوري اتقسم لأربع مجموعات، المجموعة بتضم 6 فرق، 24 فريق، بياخد أول وثاني وثالث المجموعة بيلعب على الترتيب من الأول للـ 12، أما الرابع والخامس والسادس من كل مجموعة بيلعب على الترتيب من الـ 13 للـ 24، وبالتالي بيتحدد بقى بعد كده من الاول ال 12 بيتقسم لمجموعتين، وبياخد بعد كده اول وثاني وثالث ورابع يعمل بيهم دوري من دور الثمانيه. والدوري لسه النهارده او السنه دي بقى قدامه بقى طويل، ولسه طبعا يصعب التكهنات ويصعب حسم البطوله، ولكن طبعا بنتمناها زي كل عام حمراء بلون تيشيرت النادي الاهلي. من قناة النادي الأهلي على بركة الله بنبدأ كده، وبداية اللقاء اللي بيجمع ما بين النادي الطموح نادي الإعلاميين الصاعد من الدرجة الأولى من الموسم السابق، كان في المركز الثاني بعد نادي بورسعيد، وبيحاول كده بطموحه أن هو يظل في الدوري الممتاز لهذا العام، وجدد كده صفوفه وجدد مديره الفني كابتن وائل السلكاوي. اما النادي الاهلي بقيادته منذ اكثر من 6 أو 7 سنوات بكابتن محمد ميدو مسلحي، وادي اول ارسال كده مع دربكه وترجع الكره سهله في ملعب نادي الاعلاميين، واتاك غير متقن وترجع تاني في مركز اثنين لزياد بقى اللي بيلعب النهارده مكان الكابتن النجم احمد صلاح، وفي بعض التغييرات والتشكيلات كده داخل صفوف النادي الاهلي، منها طبعا اشراك مرجان في الليبرو في المعده، عفوا راجع هو على الارسال مرجان مع بدايه اللقاء، ولاعب طبعا من الواعدين والصاعدين، وايضا زياد اسامه بيلعب كده برده من البدايه، وعبد الرحمن سعودي في مركز ثلاثه، وفي كمان عبد العال اللي ساب محل الليبرو بقى ودخل دلوقتي في الصفوف في مركز اربعات مع احمد سعيد. ارسال لحليم واستقبال معقول وتتعلى كده اي حاجه، ولكن حائط صد متقن والراجل بقى معدي من تحت الشبكه رقم 5 احمد شريف من ناشئين نادي بتروجيت احمد شريف. ما زال الارسال مع حليمه و2-1. ارسال سريع واستقبال مهزوز شويه، وادي عبد الرحمن بيدخل ايده يحاول ياخد الكوره كده. وما ننساش نقول حكامنا الدوليين النهارده الكابتن عصام الذهبي حكم اول، الكابتن هيثم المراكبي حكم ثاني، مسجل الكابتن اكرامي ابراهيم حامل رايه، كابتن مروه كمال والكابتن مهيتاب عادل والكابتن سماء سيد والكابتن احمد كارم. ما زال حليمه بيمارس كده مهمته الاساسيه في الارسال، ولكن بضياع ارسال المره دي حليم عبو من القاب المفضله طبعا اللي بنندهله بيها. المباراه الى حد ما على الورق نقدر نقول ان هي طبقا للتاريخ واستعدادات الفرقتين طبعا النادي الاهلي البطل ونادي الاعلاميين الطموح، ولكن هي سهله نسبيا، وطبعا الكره الطايره ما فيهاش مستحيل وبتعرف الاداء والاتقان. وادي كره كانت مزنوقه لكن عبد العال بياخد لمس شبكه وغايب بقاله كتير عن مركز اربعات، ولكن بقى بديل من البدائل اللي بيستخدمه الكابتن ميدو مشلحي في حل الازمات كده، وبيشرك النهارده عبد العال في مركز اربعه، وزياد زي ما قلنا من اللاعبين تحت 19 سنه في مركز اثنين، وايضا في دكه البدلاء اللاعب زياد اسامه ايضا تحت 19 سنه واللي هو في الملعب، وعندك بقى اصغر لاعب في البطوله حمزه حمدي الصافي تحت 17 سنه. ارسال كده بنقطه مباشره، نقطه عنتريه لفريق الاعلاميين، و3-3 حتى الان، وما زال كده لسه بقى مرحلة التفوق والإجادة ما وصلناش ليها.
ارسال تاني سبايك مع الوزب واستقبال احمد سعيد وادي مرجان وزياد اسامه بيطلع عالي قوي ويستنى كده على عوض ينزل من حوات الصد ويضرب كره بريست الايد باليد اليسرى بنقطه مباشره. راجع زياد على الارسال، لاعب صغير السن زي ما قلنا تحت 19 سنه، ودي بقى من المميزات اللي شايفينها السنه دي في صفوف النادي الاهلي، استخدام اللاعبين المجيدين الناشئين او صغار السن. وادي استقبال خاطئ من عوض، ترجع على طول على سن الشبكه ويستقبلها او ياخدها فيرست تايم عبد الرحمن سعودي. ما زال زياد على الارسال، لسه المباراه ما طلعتناش كده لدرجه الاجاده بقى والتالق لفريق النادي الاهلي او لفريق الاعلاميين، ولكن زياد ما زال بيلعب ارسالات قويه واستقبال متقن المره دي، ومن مركز اتنين بيضرب على طول في ايد حائط الصد خارج الملعب. ثلاثة الإعلاميين، ستة الأهلي، وطبعا بذكر حضراتكم إن الأوقات المستقطعة في النقطة 8 والنقطة 16 تم إلغائها لبعض التعديلات الموجودة على القانون في الاتحاد الدولي. وأدي إرسال هنا كده سهل يستقبله أحمد سعيد، وفي مركز أربعة كانت طالعة لبره لكن يرجعها عبد العال، ترجع تاني سهلة، وفي مركز أربعة العوض خبر عوض لكن حوائط صد عالية جدا بتاخد دنك من عوض بنقطة مباشرة. سلامات يا عبد الرحمن، الكرة كده جت في أطراف أصابعه، إن شاء الله يكون سليم. عبد العال بيرجع على الارسال، ما زالت لوحه النتائج مديانا 6 الاهلي 4 الاعلاميين. وادي كره في مركز 4 العوض ولكن خارج الملعب، لفه كبيره قوي عوض كان من لاعبين نادي الزمالك. 7 الاهلي 4 الاعلاميين، وما زال عبد العال على الارسال، ارسال فلوتر مع الوزب سهل بيستقبله عوض، وادي سريع ولكن باسقاط كده يجيب على طول زياد، وتاني المرجان وكره بدون عنوان ترجع كده سهله في ملعب النادي الاهلي، وما زال لسه التالق هنقول عليه. وادي الكره كده بوش باس ودفاع قوي جدا لليبرو الفريق مصطفى عبد العال، وادي تاني في ايد حائط الصد اللي لازم بقى تاخر شويه وتضم ايديها لجوه، ضرب من النادي الاعلاميين بيكون من مستوى منخفض شويه، وطبعا هينبه الكابتن ميدو مصلحي دلوقتي وخد تايم اوت. بيبدا هنا الكابتن وائل السلكاوي في نادي الاعلاميين يقول لهم يهاجموا ازاي ويتحركوا ازاي مع الضربات الساحقه لفريق النادي الاهلي. اما طبعا الكابتن ميدو مصلحي شايف كده هو الاداء سهل طبعا وبيكسب باقل امكانيات موجوده او باقل مجهود، ولكن طبعا بيحسهم بمزيد من التالق والاجاده حتى الان اللي لسه غايب شويه عن صفوف فريقنا. انتهاء الوقت المستقطع الاول اللي طلبه النادي الاهلي، كانوا بيطمنوا كده على سعودي ولف كده بلاستر على اصبعه، لكن سلامات الحمد لله بخير. وارسال مع احمد شريف واستقبال غير متقن من احمد سعيد يكلف الفريق نقطه مباشره. 6 الاعلاميين 7 الاهلي، السكور طبعا قريب قوي، ما يدلش طبعا على التفوق والاجاده ولكن يدل على نتيجه الشوط الاول حتى الان. ما زال احمد شريف على الارسال، وادي ارسال تاني سريع ولكن سعيد بقى بيستقبل كره جميله جدا وضرب من المنطقه الخلفيه لزياد ولاعب متالق زياد، وطبعا دي سافره بقى غير واقعيه خلاص احنا لغيناها، ولكن طبعا البرمجه بتاعه اللوحه الالكترونيه هتتعدل ان شاء الله في القادم. يرجع سعودي على الارسال، فارق نقطتين تميز النادي الاهلي حتى الان 8-6، وما زال اللقاء منتظرين في الاجاده والتالق زي ما بنقول. وادي ارسال سريع واستقبال جيد وفي مركز أربعة وضرب ساحق من عوض لكن حائط صد متقن وتطلع فيرست تايم، ولكن سعيد يعلق كده وياخدها بقى حليم على طول، ضربة ساحقة من الأدوار العليا من ناطحات السحاب الأهلوية وبنقطة مباشرة على طول، وتسعة ستة يتقدم النادي الأهلي. وما زال سعودي على الإرسال في محاولة كده من ليبرو الفريق حسام جمال الدين للاعلاميين، ولكن كانت محاوله غير موفقه. ارسال سعودي
سريع، فلوتر سريع على اخر الملعب، لكن عوض يستقبله بصوره جيده. وادي اسقاط بيعتمدوا على بعض كده، وزياد بقى الوارد الجديد داخل الصفوف بيتلخبط كده، فيوقف عبد يوقف سعودي وما يطلعوش الكوره، وينتقل ارسال لعوض من نادي الاعلاميين. احمد عوض الله كابتن فريق نادي الاعلاميين، ارسال سريع واستقبال جيد من عبد العال، وفي مركز اربعه لسعيد اللي بيطلع ويضرب كره قويه، ولكن بتاخد كده ايد حائط صد، وتاني في مركز اربعه وحائط صد متقن بقى بياخده هنا مين؟ مرجان بيتعملق ويلبس رداء العمالقه وطوال القامه وياخد كره قاتله بنقطه مباشره. 10 7 حتى الان. مزيد من التعليمات من كلا المديرين الفنيين. ارسال سبايك ياخد حرف الشبكه كده وينزل باي لاك بنقطه مباشره في ملعب الاعلاميين. 11 7. طبعا عارفين نادي الاعلاميين بينتمي الى اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وانشئ كده من سنه 2000، وبيحاول جاهدا ان يدخل في مصاف الفرق الكبيره، ولكن هو تعرض للهبوط وصعد السنه اللي فاتت بس للموسم الاول اهو في الدوري الممتاز، وكان صعد بعد نادي بورسعيد، وبيحاول كده جاهدا الدخول في منطقه الوسط، ولكن حتى الان هو في المرتبه الخامسه. اما طبعا النادي الاهلي اللي انشئ في 1907 وليه باع طويل جدا ومن المؤسسين في الاتحاد المصري للكره الطايره والاتحاد الافريقي، وارسى قواعد الكفاح بقى والاجتهاد منذ الصغر، وكان ليه لاعبين واسماء وعمالقه سطروا صفوف وتاريخ كده داخل النادي الاهلي وداخل الكره الطائره المصريه، سواء على الناحيه المستوى الدولي او العربي او الافريقي. ما زال مرجان على الارسال، و11 7 حتى الان، يتفوق النادي الاهلي باربع نقاط. ارسال في الشبكه المره دي. يرجع ابراهيم الدمراني من ابناء مدينه السويس، وراح كده نادي الشرطه شويه ولف على شويه انديه، وفي الاخر هو في الاعلاميين. وادي من فوق حائط صد من احمد سعيد، ولكن دفاعات جيده من احمد شريف، وترجع تاني لملعب النادي الاهلي بياخدها على طول الوارد الجديد ايضا. وادي هنا ضربه ساحقه من زياد، وكره رالي ما بين الفرقتين وفيها دربكه، ولكن هترجع سهله لملعب الاهلي، يا ترى هيشكل منها ازاي؟ واترفعت هنا من محمد رمضان وبجد اليسرى لزياد في ايد حائط الصد، وادي تاني كره فيها رالي، وبيلعب عوض بخبره وبيستقبلها على طول لاعبي النادي الاهلي، وعوض بيحاول على الكره محاوله منه جيده، ولكن في الاخير هي خارج الملعب. بدا كده توجيهات بقى الكابتن ميدو مصلحي على تشغيل منتصف الشبكه للنادي الاهلي، واجاد حتى الان مرجان مع حليم في اكتر من كره باكتر من نقطه مباشره، وسعيد على الارسال واستقبال قوي من عوض، وكره بوش باص ولا بي باص من منتصف الشبكه، ولكن دفاعات جيده. وادي زياد وضرب في ايد حائط الصد، لكن تمركز جيد من لاعبي الاعلاميين مصطفى محمد، وايضا تمركز رائع من عبد العال وحليم وزياد، وحائط صد ثلاثي رائع ولا اقوى من كده، ونقطه مباشره للنادي الاهلي. ما زال سعيد على الارسال بالايد والقبضه اللي من حديد، ولعبوا بريست الايد المره دي، واستقبلها خارج منطقه المناوره، ورفع خلفي لاحمد شريف، ولكن دفاعات جيده لمرجان، وتترفع على طول في مركز اتنين لزياد، وفي الشبكه زياد المره دي ضرب وهو نازل، لكن معلش لاعب لسه صغير السن يبقى اكتسب الخبرات. يرجع مصطفى محمد معد الفريق للاعلاميين على الارسال. فارق اربع نقاط حتى الان. ارسال سهل باستقبال جيد من، وادي ضرب ساحق بيضرب على طول عبد العال كره من مركز اربعه، ورمضان متالق حتى الان في استقبال الكرات في الارسال. وحليم في اللفه الثانيه للنادي الاهلي بيرجع على ارساله، عنده ميزه في ارسال حليم، بيلعبه سريع في مركز خمسه، وفعلا هو لكن عوض بيخش يشيل على طول، وادي ضرب في مركز اثنين، وقد ايه تمكن وتمركز جيد لعبد الرحمن سعودي والعبد العال، وحائط صد مباشر بنقطه مباشره، ويتسع الفارق لست نقاط.
عبد الحليم واستقبال خاطئ وهترجع ولا ايه؟ وحاول عليه على طول احمد شريف وترجع تاني من ليبرو الفريق حسام جمال، وتاني هو عبد العال، وفي مركز ثلاثه للسعودي اللي بياخد كره كده من ناطحات السحاب ونقطه مباشره، مفيش تايم اوت ولا حاجه. وتغيير بيطلبه على طول نادي الاعلاميين، بيدخل رقم 13 خالد قمصان وبيطلع رقم 17 محمود عوض. وما زال حليم على الارسال، عبو ارسال بطيء المره دي ولكن استقبال بتمركز خاطئ وبيجيبها على طول عبد العال، كره مباشره وادي زياد وفي حائط الصد ولكن خارج الملعب من احمد شريف. ومزيد من اهدار النقاط بفضل كفاءه الضرب الساحق من النادي الاهلي او حوائط الصد المتمكنه حتى الان. عبو على الارسال 17-9 ارسال تاني ومستلم خلاص الراجل ده، استقباله مهزوز شويه وتاني هو في مركز اتنين لزياد، وادي ضرب ساحق ولكن حائط صد متميز من اللاعب احمد شريف، مفرد او سنجل حائط صد بنقطه مباشره. كلا اللاعبين من مراحل الناشئين وصغار السن. خالد قمصان على الارسال لنادي الاعلاميين، 7 نقاط فارق حتى الان، مطمئنه الى حد كبير لفريق نادي القرن، ولكن في الشبكه وما زال مسلسل اهدار الارسالات مستمر من فريق نادي الاعلاميين. 18-10 وزياد ارسال سبايك مع الوزب باليد اليسرى قوي ولكن استقبال جيد من حسام، وتاني في مركز 4 العوض اللي بيدخل متاخر قوي وبيحاول يحط كره كده في الزاويه الطويله في مركز 5 بخبره عاليه ولكن خارج الملعب يعوض. وادي وقت مستقطع تاني بيطلبه الكابتن وائل السلكاوي المدير الفني لنادي الاعلاميين. ما زال الفارق متسع بين الفرقتين ب9 نقاط تؤهل النادي الاهلي للفوز بالشوط الاول بقدره بكفاءه واقتدار، والاعلاميين بيحاول ولكن عنده شويه حاجات كده تتصلح بقى بالجمله من ارسالات ضائعه او عدم تمركز جيد في الاستقبال او كرات ضاربه ساحقه خارج الملعب. كل ده لو تعدل ممكن يرجع في الاداء شويه، ولكن طبعا بفضل تفوق الجهاز الفني والاداري واللاعبين للنادي الاهلي وقد ايه ماشيين كده بخطى ثابته ما شاء الله في البطوله. وزياد ما زال على الارسال بيلعب ارسالات سبايك مع الوزب، يا ترى يحط بقى بريست ايديه ولا هيدي فيه باور؟ ارسال بباور عالي، برافو يا زياد، واستقبال غير متقن ولكن لحق الكوره وترجع تاني اهي في ملعب الاعلاميين، وبيخش محمد رمضان على دول باقتدار وعبد العال، ولكن كره فيها تراي عالي وحسام بيحاول عليها مندفع ولكن ما كانش فيه تفاهم وتناغم ما بين صفوف الفرقتين، وبيزعلهم على طول الكابتن وائل السلكاوي بيقول له الكره اقرب ليك واتحرك وطلعها. طبعا عنده حق، الراجل جاي من مركز 5 مندفع جدا و10 نقاط فارق للنادي الاهلي. وما زال زياد على الارسال بكره باي لك بنقطه مباشره، وايضا تاخر وكره كده بتغير في اتجاهها وبيروح لها متاخر شويه حسام جمال الدين ليبرو الفريق لنادي الاعلاميين. زياد ارسال مع سبايك مع الوزب باليد اليسرى وقوي، وادي استقبال خارج منطقه المناوره، وادم عوض بيحاول يحط كده او عوض بيحاول يحط في الزاويه الضيقه قوي لكن صعبه شويه وخارج الملعب. طبعا كان بيعملها بقى زمان من 4-4 كده وبيجيب بيها نقط مباشره على طول، ولكن بقى قول للزمان يرجع زمان. عوض 22-10 حتى الان، زياد ما زال يمارس مهاره الارسال بقوه واقتدار ولكن في الاخير هي خارج الملعب، حسدناك يا زياد، لكن ما شاء الله عليه لعب 6 ارسالات حتى الان بنقط او بصعوبه في الاستقبال من نادي الاعلاميين. بيرجع الارسال مع محمد احمد معتز سنتر الشبكه لنادي الاعلاميين، ارسال مع الوزن بريس الايد كده بيستقبله عبد العال، وادي كره من المناطق الخلفيه، القادمون من الخلف بقى للفتى الطاير احمد سعيد اللي بيجي على طول من الخطوط الخلفيه وبيضرب كره بتعجب الجماهير قوي ونقطه شكلها حلو. فارق 12 نقطة حتى الآن، والجيم الأول أو الشوط الأول بقى يسطر آخر 3 نقط فيه،
وادي عبد العال بارسال كده موجه، ولكن استقبال رائع من حسام، وفي مركز اثنين للفتى الصغير احمد شريف، وحائط صد فولاذي من لاعبي النادي الاهلي على طول، احمد سعيد وعبد الرحمن سعودي. نقطه واحده تفصلنا عن الفوز بالشوط الاول، في محاوله جيده من نادي الاعلاميين للحاق ب الشوط، ولكن مع اتساع الفارق كده واهدار المزيد من النقاط السهله تاكد فوز النادي الاهلي حتى الان ب 24-12 دبل سكور، ولكن ما زال لسه في الحديث بقيه، وما زال الشوط الاول مستمر. احمد شريف ارسال موجه، لكن رمضان مستقبل جيد جدا، وادي هنا احمد سعيد بيطلع كده ويتفرج فوق من البلكونه عنده ويدي كره سهله بنقطه مباشره و25 11. مع انتهاء الشوط الاول نرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد استئناف اللقاء. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، واستئناف للقاء ما بين النادي الأهلي نادي القرن، نادي النسر المحلق حاليا في سماء الرياضة المصرية، ونادي الإعلاميين الطموح اللي صعد جديد أو وافد جديد للدوري الممتاز. وكان الشوط الأول انتهى بتفوق وتألق للعمالقة الحمر أو نادي الأهلي 25-12. هنشوف كده بقى مجريات الاحداث في الشوط الثاني توصلنا لايه، طبعا مع تفوق وتالق للاعبي صغار السن من النادي الاهلي زي زياد اسامه في مركز اثنين بديلا عن النجم الذهبي الكابتن احمد صلاح، وفي الملعب من البدايه مرجان المعد الصاعد ايضا بسرعه الصاروخ كده، وموجود على دكه البدلاء كابتن النجم الكبير الغزال الاسمر بقى عبد الله عبد السلام، وطبعا في دوله موجود برضو في الصفوف في الخارج على دكه البدلاء، محمد عصران والحسيني وترسانه كبيره قوي من اللاعبين ما شاء الله بيضمها النادي الاهلي، وعنده بدل الفريق اثنين وثلاثه، وما شاء الله متالق ومتانق في مظهره كده وفي اداءه وفي نتيجته حتى الان، والمباراه مدياله بعض الاريحيه شويه وبعض السهوله، وعنوان اساسي للقاء النهارده اللعب بمزاج بقى واللعب براحه بدون ضغوط عصبيه. كان المباراه الاخيره النادي الاهلي مع نادي سبورتنج كان شويه كده في الشوط الاول شادد شويه، نادي سبورتنج كان متفوق لحد كبير في خمس نقاط، ولكن بقى بخبرات وتالق واجاده النادي الاهلي اللي بتميزه طبعا زي ما احنا عارفين على فترات طويله قوي قدر يلحق بالشوط الاول وفاز باللقاء 3-0 بسهوله بعد كده. وادي اشاره استئناف اللقاء والشوط الثاني، نذكر حضراتكم كده مع قناه النادي الاهلي، والشوط الاول كان لمصلحه النادي الاهلي 25-12. وادي اول استقبال معقول ومن المنطقه الخلفيه لاحمد شريف، لاعب متميز ولكن من فوق حاط صد خارج الملعب، وعبد الحليم بيشاور لهم لا مفيش تاتش، طبعا بقى في اخلاق رياضيه لو تاتش ممكن يساعد الحكم مفيش مشكله، ولكن عندنا الروح الرياضيه عاليه قوي داخل صفوف النادي الاهلي، وبيشاوروا كده اللعيبه لا اطمنوا الحكم قراره صحيح الكابتن عصام الذهبي والكابتن هيثم المراكبي. وادي استقبال خارج منطقه 3 متر وفي مركز 4 مزنوقه، ولكن على طول ضلمه بقى ضلمها عبد الحليم عبو صاحب اطول قامه موجوده في الملعب حتى الان، ومعاه زياد اللاعب الصاعد بسرعه الصاروخ من مركز 2 في ملعب النادي الاهلي. تاني احمد سعيد بارسال قوي واستقبال معدي على طول فيرست تايم، ولكن عبد الحليم بيستقبلها كده تعدي الملعب الثاني وترجع تاني في مركز اربعات، وعبد العال بيضربها شومه من ايديه طالعه ما شاء الله في مركز خمسه، وبنفتكر طبعا عبد العال بقى صاحب المهام الصعبه اللي كان لسه الماتش اللي فات كان بيلعب في مركز الليبرو، ولكن المره دي وبيلعب من مركز اربعه وما شاء الله عنده رؤيه عاليه للملعب وبيشاركه كابتن ميدو مصلحي لانقاذ الحلول. ما زال احمد سعيد على الارسال في 3 لا شيء مع بدايه الشوط الثاني، وما زال الكابتن وائل السلكاوي يفكر في اللقاء، وادي استقبال جيد من ليبرو الفريق حسام وضرب كده فيها لمس ولا ايه، ولكن خارج الملعب بيشير اليها عصام الذهبي خارج الحدود. يتسع الفارق مع بدايه الشوط الثاني لاربع نقاط، وما زال احمد سعيد ولكن بقى بيلحق هنا على طول اللقاء والشوط الثاني الكابتن وائل السلكاوي مدير فني الاعلاميين، وبيحاول كده يجيب لعبته بدري ويقول لهم ما ينفعش الكلام ده.
ومزيد من تعليمات من المتألق دائما كابتن ميدو مصلحي والكابتن تامر تايجر ومعاهم كابتن محمود جمعه، ثلاثي ما شاء الله عودنا على البطولات وعلى اصطياد كافه البطولات بيشاركوا فيها حتى الان. انتهاء الوقت المستقطع اللي طلبه نادي الاعلاميين ورجوع للقاء باربعه لا شيء حتى الان للنادي الاهلي. في هدوء كده في الملعب سواء بقى من الناحيه التحكيميه او المهارات والاداء وسهوله من اللاعبين، وادي هنا استقبال على طول خارج الصفوف وعلى طول الراجل حتى ما بيروحش يعمل عليها تراي، شافها خلاص بنقطه مباشره للنادي الاهلي خمسه لا شيء. ادي التفوق والتألق بقى اللي بنقول عليه حضراتكم، ظهر كده مع اواخر الشوط الاول بتفوق 13 نقطه وانتهاء للشوط الاول، وظهر مع بدايه الشوط الثاني بتفوق 5 نقاط حتى الان. وادي احمد شريف وعبد الحال بياخد حائط صد كان خارج الملعب، ولكن يعمل تاتش او ملامسه للاعب احمد شريف الوافد من نادي بتروجيت او من ناشئين نادي بتروجيت. ما زال سعيد ابو ايد من حديد على الارسال، وادي نقطه مباشره وعلى طول بيقول لنا عندك حق، وما شاء الله القبضه الحديديه كده من احمد سعيد وبيحطها على طول في خمسه بجوار اللاين. طبعا عارفين مهارات الكره الطايره سته، بتبدا بالارسال ثم الاستقبال ثم الاعداد ثم الضرب ثم حائط الصد ثم الدفاع، وطبعا هي بترتيب كده على حسب سياق المباراة. وادي هنا الارسال ثم استقبال، وادي هنا محاولة للاعداد ولكن حائط الصد ياخدها على طول فيرست تايم، واتساع وتعميق لمزيد من نزيف النقاط في نادي الاعلاميين واقتدار وتفوق للنادي الاهلي حتى الان 8 نقاط مع بداية الشوط الثاني. وتاني سعيد بيحاول يزود الفارق ولكن خارج الملعب سعيد، 8 نقاط يلعبهم سعيد كده من البداية. وادي تغيير تاني بيسحب على طول الكابتن ميدو، بيسحب احمد سعيد وينزل بقى الولد الشقي للنادي الاهلي لاعب صغير السن الحسيني رقم 8 ايضا من ناشئي النادي الاهلي. بيرجع الارسال مع مصطفى محمد معد فريق نادي الاعلاميين، بيحاول الكابتن وائل السلكاوي كده يفوق فرقته وبيلعب هنا ارسال طويل، ولكن على طول كره استقبال كان معدي يا رمضان وبياخدها على طول من على الشبكه، وفي بقى صافره كده من الحكم بلمس شبكه من النادي الاهلي. او هنا اشار الكابتن هيثم الحكم الثاني لملامسه للشبكه للضرب من نادي الاعلاميين، ونقطه على طول للنادي الاهلي ويتسع الفارق 9-1. ويرجع حليم على الارسال، ارسالاته مؤثره حليم. عبو ارسال سريع واستقبال غير منضبط، وتاني في مركز 4. وادي ضرب بقى عنتري كده يتالق فيها اللاعب رقم 5 احمد شريف وبتخترق حائط الصد، ولكن الدفاعات كانت متمركزه بصوره غير جيده. لازم طبعا برضو نشجع الفريق المنافس. وادي كره من الارسال وفي خطا في الدوران بيحسبه الكابتن هيثم المراكبي. محتاجين نفوق يا رجاله نحافظ على التقدم بتاعنا. طبعا الكابتن ميدو مصلحي بقى بيقول لهم كده، وثلاثه الاعلاميين 9 الاهلي. وادي ارسال قوي استقبال جيد من عبد العال، دي مهمتك بقى يا عبد العال اصلا ليبرو. وادي لمس الشبكه هنا من نادي الاعلاميين في محاوله كده غير موفقه من حسام جمال الدين ليبرو فريق الاعلاميين. مباراة سهلة نسبيا إلى حد كبير للاعبي النادي الأهلي. طبعا التاريخ بيفرض نفسه بقى، نادي الاعلاميين لسه وافد جديد للدوري الممتاز بعد غياب كده 4 سنين. وأدي إرسال من زياد وتاني استقبال جيد ورائع، وجملة خططية كده بيعملها نادي الاعلاميين، بيدخل 2 سريع وبيقفل على طول أحمد شريف في المركز 2 يجيبه في ظهر المعد، وبتهرب الكرة وبتنزل بنقطة مباشرة. ارسال مع علي سيد سنتر الشبكة للإعلاميين، ارسال سهل واستقبال جيد من الحسيني. وادي كرة في مركز 4 لعبد العال بيضرب في حائط الصد ولكن بنقطة مباشرة. حداشر 4 7 نقاط مريحة إلى حد كبير
للنادي الاهلي في استئناف كده مجريات اللقاء وانتهاء او محاولة انتهاء الشوط الثاني باقل مجهود. ارسال صائت من عبد العال واستقبال غير متقن وترجع الكرة سهلة في مركز اربعة بدون حائط صد، ولكن عبد العال يطلعها، وفي مركز اربعة الحسيني اللي بيطلع فوق ويحط الكرة برست ايد، ولكن دفاعات جيدة من الاعلاميين والتاني هم المنطقة الخلفية وبترجع على طول المرجان بيعلقها للحسيني وبيضرب خارج الملعب. كرة غريبة شوية ولكن في الاخير هي نقطة لنادي الاعلاميين. احمد شريف بيرجع الارسال. احمد شريف سامعين هو احد الجماهير حتى بيقول فوق شويه كوره احنا اللي بنضيعها. وادي زياد بضربه ساحقه بقى، وطبعا جماهيرنا جماهير النادي الاهلي هي الترمومتر الحقيقي للاعبين واللي بنتمنى لهم كده الفوز والتالق دائما. عبد الرحمن استقبال جيد وضرب ساحق من نادي الاعلاميين بنقطة مباشرة. كرة كده بدربكة وترجع سهلة في ملعب النادي الاهلي بيلمها مرجان ويعليها تاني رمضان، ومن مركز اربعة في مركز اربعة باتقان عالي قوي للحسيني. ويرجع مرجان على الارسال. تلتاشر ستة حتى الان. مرجان ارسال سريع واستقبال جيد من حسام تاني مركز اربعة، وادي ضرب في حائط الصد وبياخدها فيرست تايم، ولكن على طول بخبرات النادي الاهلي بيلم كورته. وتاني مرجان لحليم اللي ضرب كرة صاروخ من فوق حائط الصد من فوق ابراهيم وبنقطة مباشرة. ما زال مرجان على الارسال. نتيجة مريحة حتى الآن للاعبي النادي الأهلي وإرسال قوي وهيعدي من الشبكة، والحسيني بيطلع على طول ما يكذبش خبر وصاعد النقاط السهلة من فوق سن الشبكة حتى الآن. ثلاث نقاط مباشرة بياخدهم على طول الحسيني من فوق حرف الشبكة كده بنقطة من أربعة في أربعة. وأدي تغيير بيعمله على طول الكابتن وائل السلكاوي، بيطلع رقم ثلاثة إبراهيم الدمراني وبينزل رقم 16 محمد رضوان أو محمد حسن رضوان، بيحاول كده يلحق باللقاء بعد تقدم وتفوق بتسع نقاط حتى الان في الشوط الثاني. وادي استقبال جيد المره دي وفي مركز واحد وحائط صد بنقطه مباشره. خلاص سيناريو اللقاء بقى محفوظ او معروف. ارسال قوي من لاعبي النادي الاهلي، استقبال بيكون الى حد كبير متقن او غير متقن مش بتفرق كتير لان حوائط الصد الاهلاويه ما بتسيبش كره تعدي ما شاء الله. وادي تغيير بيخرج احمد شريف بينزل رقم 15 محمد طه او محمد فتحي طه، وما زال مرجان على الارسال. 10 نقاط فارق وارسال قوي من مرجان واستقبال غير منضبط من حسام وكره عابره للقارات بحائط صد قوي، ولكن بيضرب الراجل رقم 13 خالد قمصان في ايد حائط الصد على خارج الملعب. محاوله لتعديل النتيجه من نادي الاعلاميين و 7-16 حتى الآن. محمد حسن رضوان إرسال سريع واستقبال غير منضبط وتتاخد على طول، لكن بقى رمضان بيطلع وادي الحسيني اللي بيلعب بالياردو كده من مركز اتنين ويحط كرة على طول بريست الإيد أو بالأصابع في مركز خمسة بعد رؤية عالية جدا وإتقان وتألق من الحسيني. ورجع الإرسال الحسيني وما زال النادي الاهلي محافظ على العشر نقاط التقدم، بياخد تعليمات بقى من الجهاز الفني يلعب ارساله ازاي.
ارسال سبايك مع الوزب قوي، وشايف انا كل اللعيبه ما شاء الله تعليماتهم دلوقتي من الكابتن ميدو مصلحي والجهاز الفني، ارسالات سبايك مع الوزب قويه، وادي كره من القادمون من خلف بيسقطها برضو الحسيني كده برؤيه عاليه وعدم تمركز جيد من نادي الاعلاميين، ونقطه للنادي الاهلي. تمنتاشر سبعة للنادي الاهلي، وادي ارسال قوي، قلنا خلاص واخدين التعليمات، وادي كره في المنطقه الخلفيه ولكن دايس على اللاين، وعارفين طبعا بقى قانون اللعبه ما ينفعش اللاعب في المنطقه الخلفيه يلمس المنطقه الاماميه وهو بيهاجم، وادي تغييرات ومزيد من التغييرات، بيدخل الكابتن عبد الله عبد السلام بقى الجوهره السمراء كده داخل صفوف النادي الاهلي، وبيخرج مرجان بعد تالق وبعد ما وصل النتيجه كده زي ما عايزها الكابتن ميدو مصلحي، وايضا تغيير في صفوف نادي الاعلاميين، بيدخل رقم 17 بعد ما كان اساسي محمود محمد عوض بيدخل تاني في الشوط الثاني، وادي ارسال قوي ونقطه مباشره، وزي ما قلنا شايفين قوه الارسالات للنادي الاهلي مسهله الاداء ومسهله اللقاء ومسهله كده الاجواء على الكابتن ميدو مصلحي، وتعليمات سليمه 100% من الجهاز الفني للنادي الاهلي المتالق دائما في سماء الرياضه المصريه، وادي كره ثانيه ولكن خارج الملعب يا حسيني. ارسال مع مصطفى محمد نادي الاعلاميين، سهل كده بالونه ويستقبل رمضان، وادي عبد الله، ولكن هنا دفاعات جيده ايضا من محمد، وتاني في حائط الصد بيضرب على خارج الملعب يعبه اخر شويه ويدخل ايدك جوه، طبعا خبرات عاليه عبد الحليم، ولكن بقى في اختلاف كده وتفاوت في الضاربين في نادي الاعلاميين، فلسه الدنيا مش محفوظه، وزي ما قلنا المباراه سهله و 20-9 حتى الان فارس سكور كبير مريح الى حد كبير النادي الاهلي، وبيعتبرها كده تمرين ارسالات قويه، وادي عبد العال كمان اللي جاي من مركز اربعه، وشايفين بقى هنا كمان مين داخل الملعب، محسن نجم او صخره البلوك في النادي الاهلي، طبعا مع الاحتفاظ بقى بكلمه او بلقب الصخره لدوله زاروك، خارج عبد الرحمن سعودي كده بشكوى في صباعه بيطمن عليه ميدو مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، وادي عبد الحليم بارسال قاتل بنقطه مباشره يدور كالنحله ويلدغ كالثعبان بنقطه مباشره، عبد الحليم عبه 22-9، ما زال عبد الحليم على الارسال، وحط المره دي برضو على الليبرو حسام جمال اللي عاجبني حتى الان، ولكن فيه كده دبل في الاداء وبيحكمه على طول الكابتن عصام الذهبي، وبيدي الكوره للنادي الاهلي 23-9، اخر سطرين من سطور الحكايه في الشوط الثاني، عبد الحليم ما زال بيلعب على حسام ليبرو الفريق النادي الاعلاميين، وكره ضربه ساحقه لسه ما سخنش محمد محسن، يدخل بس اللقاء وهيبدع ان شاء الله، وادي تغيير ثاني بيدخل رقم 12 من نادي الاعلاميين يوسف هشام، وبيطلع المعد الاساسي مصطفى محمد ارسال نادي الاعلاميين و10 23 بفارق 13 نقطه كما في الشوط الاول، ولكن لسه ما انتهاش الشوط، ارسال قوي واستقبال جيد من رمضان، وادي بيعليها على طول عبد الله وهو على الواقف كده، وتاني زياب بيضرب وكره تعدي للشبكه ولكن بيضربها عبد العال وفي لمس للشبكه، محاوله لتعديل النتيجه من نادي الاعلاميين، طبعا القدرات والمهارات المتفاوته والامكانيات، ولكن محاوله جيده من نادي الاعلاميين 11-23، ارسال في الشبكة يسهل كده علينا القصة بقى، ونقطة واحدة بتفصلنا عن نهاية الشوط الثاني وزيادة على الارسال، الصغير في السن الكبير في الاداء، زياد باليد اليسرى، زياد ارسال خارج الملعب يا زياد، هربت منه الكرة شوية كده، وطبعا لسه الخبرات بقى مش عالية قوي زي ابو صلاح كده الفتى الذهبي للنادي الاهلي، 12 الاعلاميين 24 النادي الاهلي،
ارسال عالي سهل واستقبال جيد ومنطقه خلفيه للحسيني ودفاعات جيده للاعبي نادي الاعلاميين. وادي عبد الله بيقلب على طول لزياد وبيحط كوره كده، ولكن اهو ما عداش بكامل جسمه ولسه التعديلات بقى ما اتطبقتش. وادي عبد الله بكره سريعه بيلعبها محسن، وانتهاء للشوط الثاني 25-12. استراحه ونرجع لحضراتكم مع استئناف اللقاء والشوط الثالث. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين على قناه النادي الاهلي، واستئناف للقاء اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الاعلاميين في بدايه الدور الثاني لمسابقه الدوري العام الممتاز نسخه 2021-2022. طبعا كل الشكر بنقدمه لقناه النادي الاهلي والمجلس ادارته الواعي جدا لنا احداث ومجريات اللقاء، وطبعا لمجلس اداره الاتحاد المصري المنتخب الجديد اللي طبعا موافق على نقل المباريات بقى لمزيد من التقدم كده للكره الطائره. انتهى الشوط الاول والثاني نسخه بكربون 25-12 بفارق 13 نقطه وتفوق واجاده مع استخدام العديد من لاعبي صغار السن. وشايفين هنا في الملعب نزل كمان اصغر لاعب في المسابقه حمزه حمدي الصافي ابن النجم الكبير حمدي الصافي، وهو لاعب تحت 17 سنه حمزه. ما زال كلا الحكمين بيتاكدوا كده ويراجعوا دوران الفرقتين. يا ترى بقى في جديد هيقدمه لنا فريق نادي الاعلاميين كده ويدخل في اللقاء، ولا يسلم بالنتيجه حتى الان 2-2 وهينتهي الشوط الثالث كما الشوط الاول والثاني. بدايه ارسال مع نادي الاعلاميين، بيرجع اللاعب مصطفى محمد المعد الاساسي للفريق، وطبعا نادي الاعلاميين بيضم بقى ابراهيم الدمراني واحمد عوض واحمد شريف وعلي سيد ومحمد معتز ويوسف ايمن ويوسف هشام وخالد قمصان ومحمد فتحي ومحمد حسن رضوان ومحمود محمد ومصطفى عبد العال وحسام جمال والكابتن وائل السلكاوي مدير فني ومحمد حميده مدرب عام وكابتن دسوقي ابراهيم مدير اداري وكابتن محمد عادل اصابات ملاعب. ما زال صافره بدايه الشوط الثالث مع الكابتن عصام الذهبي. ارسال مصطفى محمد، ارسال سريع واستقبال من رمضان، وادي عبد الله بيبص كده وبيعلق لعبد الحليم وباقل مجهود بيسقط كوره من فوق السطوح كده بنقطه مباشره. ويرجع عبد الله على الارسال. يا ترى بقى عبد الله ايضا تعليماته في الارسال قويه مع الوزن او سبايك سيرف. فعلا يبقى النهارده كده تمرين ارسال قويه لفريق النادي الاهلي، وادي الكره فيها دبل بيشير اليها الكابتن عصام الذهبي وبدون تعقيب من اللاعب مصطفى محمد، عارف الخطا بتاعه واستغراب من الكابتن وائل السلكاوي على اداء فرقته النهارده. طبعا بيلعبوا قدام فريق البطل، فريق العملاق، فريق نادي القرن. وادي تاني عبد الله وبتغير اتجاهه، ولكن بيلحق كورته كده وتعدي سهله وكان ممكن يحسبها، ولكن هي من خارج الحدود، كان ممكن كده تحسب كاري من معد الفريق، ولكن الكابتن عصام كان لسه حاسب دبل فما حبش بقى يهبط الاداء. وادي هنا نازل كمان الليبرو محمد طارق ايضا من لاعبي صغار السن، وكره في مركز اربعات وفي حائط الصد وفي كسل كده، لسه نازل محمد طارق لسه ما سخنش. ليبرو متميز محمد طارق. يرجع رقم 11 يوسف ايمن على الارسال، ارسال في الشبكه. يوسف شكله صغير السن يوسف ولسه ما عندوش اتقان كده في الاداء. الحسيني ارسال مع الوزن قوي ولكن استقبال جيد للليبرو مصطفى عبد العال، وادي كده بياخدها على طول حمزه وترجع تاني، وحمزه بيضرب بقوه ومحاوله على كورته كده بعد حائط صد قوي من نادي الاعلاميين. رجع الارسال رقم 9.
محمد معتز وارسال قوي، استقبال جيد جدا من حمزه وفي مركز اربعه، وادي ضرب ساحق ولكن الكره ما تخلص وتعلى تاني في مركز اربعات الاعلاميين ونقطه مباشره. اعتماد الكابتن ميدو مشلح على الارسالات القويه وبيشغل بقى اللاعبين صغار السن كده لاكسابهم بعض الخبره في المباريات المتوسطه المستوى حتى الان. وما زال اللاعب محمد معتز على الارسال خارج الملعب ولا ايه؟ اه فعلا خارج الملعب، الكره طالعه من ايديه كده باينه فيها قلشه شويه، واخدها من تحت لفوق. وخمسه النادي الاهلي، ثلاثه الاعلاميين. تقارب في النتيجه حتى الان في الشوط الثالث بعد انتهاء الاول والثاني بنتيجه واحده وهي 25-12. عبو ارسال سهل المره دي، عبو استقبال جيد ومزنوقه، ولكن حمزه بيطلع ياكل الكره على طول، ودفاعات جيده من ليبرو الفريق النادي الاعلاميين مصطفى عبد العال، وترجع تاني وعلى طول بتعلى لزياد وبريست ايديه ودربكه كده ولخبطه، وترجع كره كي جي 1 في ملعب الاهلي ياخدها على طول الحسيني. وادي محمد محسن بنقطه مباشره، بيلعب على قد اللقاء شويه محمد محسن، طبعا عارفين بقى التميز والتالق للاعبي النادي الاهلي، ولكن المباراه مش مساعداهم النهارده، واخدين تعليمات معينه من الكابتن ميدو مصلحي، ارسالات موجهه وقويه. وادي ارسال موجه ايضا واستقبال معقول وفي مركز اربعه وضرب ساحق وبيحاول علي الحسين يطلعها، وادي حمزه يعلق الكوره، وعبد الله بقى بيمارس كده معشوقته وبيحب يضرب كتير عبد الله، وكوره فيها دربكه ولخبطه وعدم تمركز جيد من لاعبي نادي الاعلاميين. وسبعه ثلاثه، ما شاء الله عبد الله عبد السلام احترف في ايطاليا وكان من الناس المتميزين جدا في الدوري الايطالي، وكان خد تكريم من رئيس النادي نظرا للتالق وفوزه بالبطوله وقتها، وطبعا هو ضارب ولا اقوى من كده، ولكن هو بيحب الاعداد اكتر. وقت مستقطع بيطلبه نادي الاعلاميين، بيحاول فيه كابتن وائل السلكاوي كده يلحق بركب اللقاء بعد تفوق النادي الاهلي في الشوط الاول والثاني، وتاخر في الاعلاميين في الشوط الثالث بفارق اربع نقاط. عبد الحليم ما زال على الارسال، صافره استئناف الشوط الثالث، ارسال موجه من عبد الحليم وسريع واستقبال مزنوق شويه لكن لحقها، وادي ضرب وعبد الحليم بيطلع كره صوابع ولكن خارج الملعب. لعب عبد الحليم كره طايره من الصغر ولكن كان في نادي طنطا، وجي بقى للنادي الاهلي هنا وتشكل داخل صفوف النادي الاهلي طبعا لطوله الفارع، ومن وقتها وهو بيجيد وموجود داخل صفوف المنتخب. وادي الكره بيعكسها عبد الله برؤيه عاليه جدا، وقد ايه متعنا عبد الله بادائه، وبيشوف كده حاط صد فين ويعكس الكره. وادي 8-4 وزياد رجع الارسال. انت فين؟ ارسال باليد اليسرى معقول واستقبال مزنوق، وادي حمزه ولكن كانت ايده خارج البلوك، وبيعوض بقى هنا الخطا بنقطه مباشره من كره رجعت كده بدربكه يعلها له على طول عبد الله عبد السلام، وبيقول له احنا واثقين فيك يلا اضرب، وبيضرب ياخد نقطه على طول للنادي الاهلي، فارق خمس نقاط، بدا يتسع الفارق سيناريو الشوط الاول والثاني. وادي زياد في الشبكه المره دي، زياد بيحييه كده كابتن ميدو مصلحي وبيحاول يرفع معنوياته شويه. خالد قمصان من نادي الاعلاميين، ارسال قوي ايضا في الشبكه من خالد، ما خدش راحته كده في الارسال، رفع الكره باستعجال وفي الاخير هي نقطه للنادي الاهلي. حمزه لاعب تحت 17 سنه بصفوف ناشئين النادي الاهلي حاصلين على البطوله والمركز الاول، وادي كره كده بتخبط في سن الشبكه ولكن استقبال جيد من الاعلاميين وضرب من فوق، وحمزه بيعمل دفاعات جيده وعبد الله بيجري على كورته، وادي الحسيني بيضرب كره قويه بترجع تاني لملعب النادي الاهلي، ومحسن بيطلعها، وتاني عبد الله بيشد كره عابره للقارات اللي على طول بيضرب الحسيني من فوق حوض الصد، وسلامات كده لاعب مصطفى محمد لاعب الاعلاميين، كانت خبط في الكره الاخيره كان متجاوز كده من تحت الشبكه. وادي تغيير على طول بيطلع مصطفى
سليم الحمد لله. وبينزل يوسف هشام رقم 12. ما زال حمزه على الارسال. ارسال قوي ولكن في الشبكه يا حمزه، معلش لسه يكتسب الخبرات على مدار المباريات، لسه الدوري طويل قوي. وبيساعده في كده طبعا الكابتن ميدو مسلحي، بيشركه في اللقاءات المتوسطه المستوى زي ما قلنا. ارسال سريع من نادي العالمين ولكن استقبال جيد، وفي مركز اربعه بيطلع الحسيني على طول ما يكدبش خبر، وبنقطه في الحته الفاضيه او المنطقه الخاليه تماما من الدفاعات المنخفضه. بيرجع محسن على الارسال. مباراه سهله نسبيا للنادي البطل النادي الاهلي. دبل سكور او 12-6. وادي ارسال ثاني سريع واستقبال جيد المره دي، وتعلى في المنطقه الخلفيه واضرب بدون حائط صد، ولكن زياد يطلع. وادي عبد الله بياخد كره من ورا من منطقه التلت كده، علقها لعبد الحليم ومتميز فيها جدا عبد الله، وبيشوف فيها عبد الحليم بصوره جيده وبيرمي له الكره وبياخد نقطه مباشره. و13 6 وبدا الفارق في النتيجه تطلع كده في الشوط الثالث. محسن ما زال على الارسال. ارسال سريع واستقبال على 3 متر وبتتعلق، ولكن دبل كده. حاول بقى يقلد فيها كابتن عبد الله ولكن لسه بعيد شويه رقم 12 يوسف هشام. الكره ما كانتش مريحاه، يبقى يشدها على طول في الاطراف او في المنطقه الخلفيه. تعليمات طبعا من الكابتن وائل السلكاوي بتحسين الاداء، ولكن هرب السكور شويه ووصل 14 الاهلي 6 الاعلاميين. وادي محسن ارسال سريع واستقبال جيد وبتتعلق كده بجر في مركز اربعه بدون حائط صد اللي اداها بقى تعليمات الكابتن ميدو مشلحي ان ما نطلعش للكور اللي مش مظبوطه عشان بتاخد حائط صد كده في تطشات غريبه وتطلع خارج اللقاء. ولكن هنا 15 6 9 نقاط فارق. اتقلبت المباراه اللي عباره عن عداد للنقاط بفارق كبير في الشوط الاول والثاني والثالث حتى الان، وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي بالفوز في اولى لقاءات المرحلة الثانية أو أولى لقاءات الدور الثاني في الدوري الممتاز لنسخة 2021-2022. 16-6 النادي الأهلي. إرسال سريع من محسن، استقبال معقول وتعلى برضه بجر كده على مركز أربعة بدون حوائط صد، ويضرب الراجل ويريح الكل ويحط في الأوت ويشوفها حمزه باقتدار ويسيبها. بدا يكتسب الخبرات حمزه طبعا بفضل وجوده بقى وسط العمالقه وسط اللاعبين ذو التاريخ العالي، احمد صلاح النجم الذهبي للنادي الاهلي، وعبد الله عبد السلام وحليم وكوكبه من اللاعبين المميزين داخل صفوف النادي الاهلي. ارسال ضايع من محسن وعوده مره ثانيه للارسال لنادي الاعلاميين، وما زال الفارق 10 نقاط مريحه جدا لاداء النادي الاهلي. بنشوف بقى كمان نقطتين ثلاثة ونقول لحضراتكم نلملم اوراقنا ولا ايه. وادي حمزة باستقبال جيد، وعبد الله بيبص كده نظرته دي خدعت حائط الصد وراح بعدته مع السريع وراح معلقها على طول للسنتر، وطبعا متميز فيه عبد الله ولكن مين يعرف يمسكه. ما شاء الله عليك يا عبد الله يا عبد السلام. ارسال اهو قوي وبينفذوا التعليمات بحذافيرها، وده بقى الفارق ما بين اللاعب المحترف اللي بياخد تعليمات المدير الفني وينفذها طبقا للكتاب زي ما الكتاب بيقول. 19-7 تاني عبد الله ارسال برست الايد بخبره عاليه ورؤيه ولا اروع من كده، ونقطه سهله قوي باداء رشيق ومرن من غزال النادي الاهلي عبد الله عبد السلام. 20-7 تاني اهو وبيكررها تاني، ولكن استقبال المره دي وبتتعلق اي حاجه وغير متقن الراجل ده رقم 12 ولكن يوسف هشام، وعزائنا الوحيد انه يكون لسه بقى صغير في السن مواليد 99، لا يعني عدى 23 سنه، يعني لو ما تميزش دلوقتي هيتميز امتى؟ ولكن يحاول بقى جاهدا يشتغل على نفسه شويه. ودفاعات قويه من طارق الليبرو المشارك في اللقاء
لاول مره النهارده، وادي هو الراجل بيعلق كوره، ولكن حائط صد، كانت الكوره مقطومه وما راحتش كويس، وزي ما بنقول كده على الورق خلاص المباراه اكلينيكيا انتهت 22-7، وطبعا فارق سكور كبير قوي في الشوط الثالث وثلاثة لا شيء للاهلي، مبروك طبعا بتحفظنا على ثلاث نقاط الباقيين، ولكن شايفين اهو الاداء قدام حضراتكم سهل قوي، والاهلي متمكن حتى الان، ومحاوله من نادي الاعلاميين للدخول في اللقاء ومواجهه البطل، ولكن هو جاي النهارده للتمثيل المشرف. طبعا اللقاء والنتيجه والمشاهده اللي حضراتكم شايفينها هي اللي بتقول كده مش انا. طبعا كل الشكر لكابتن وائل السلكاوي على تجميع فريق متوافق الى حد كبير، ولكن طبعا الهدف الاساسي للنادي الاعلاميين هو البقاء في الدوري الممتاز ومحاوله تقديم نتائج طيبه، ولكن بقى نيجي هنا قدام النادي الاهلي ونقول ده نادي بطل، بطل افريقيا، بطل العرب، بطل لعب في مسابقه بطولة العالم للأندية، وحاصل على مسابقة الدوري لأعوام وعوام، ومسابقة الكاس لأعوام وعوام، فطبعا فريق بطل من البداية، فطبعا لا نلوم على نادي الإعلاميين إن كان لسه في أول سنة في الدوري الممتاز. وأدي عبد الله بيعلق كرة ولكن تفلت من عبد الحليم، ونقطة مباشرة للنادي الإعلاميين. بيرجع الإرسال رقم ثلاثة، رقم تسعة عفوا، اللاعب محمد أحمد معتز. هل هيخرج بقى الاعلاميين بفضل ارساله كده لنتيجه افضل في الشوط الثالث؟ ولكن ارسال سهل جدا بيستقبله طاري، وادي عبد الله ثاني وبيخدعهم برده بالنظره الثاقبه اللي بيبص على طول يبعت بيها عبد الحليم في الكره البي، ويبعت على طول اشاره او تميز وتالق للحسيني من المنطقه الخلفيه، باك باس كده في مركز 6. 24-9، نقطة من عبد الحليم، ولكن لسه وفي مركز 4 وحائط الصد، ولكن اختار نادي الإعلاميين ضرب خارج الصفوف، وينتهي اللقاء 3 لا شيء للنادي الأهلي بالعلامة الكاملة. وأعزائي المشاهدين أحباء وأوفياء الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وختاما نتمنى أن نلتقي قريبا على أمل أن تسعدوا دائما بقناة النادي الأهلي. كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.